المجتمع المدني القطاع الخاص على اهداف مشتركه وكاعهم صوتنا عليهم الى اخره. دونك هادو اللي نورمالمون كلشي يصوت عليهم هادو غيلقاو بحال الكيد ديالنا. ولكن في الاخر ديال الورشه الى اخره كل مجموعه من هاد المجموعه ديال المجتمع المدني خدموا واحد البلان داكشن قالوا حنا كمجتمع مدني ها هما يعني الاشياء اللي غادي نحاولوا نخدموا عليهم في 3 شهور وفي هذا الاطار هذا. دونك حنايا هذوك المجموعات اللي داروا هذاك البلان داكشن غادي نجمعوهم كاملين وغادي نبلوروا هذوك البلان داكشن ومن بعد عاد يقدر يتقدموا هذوك البلان داكشن. اي فوا غنكون تكون عندنا واحد الرؤيه واضحه وندققوا شنو هما المشاريع هاد الاقتراحات كاملين اللي قلتهم دابا غادي نخدموا عليهم يعني نقدروا نزيدوهم في البلان داكشن ومن بعد نقدروا المجموعات كاملين نقدروا نجتمعوا ونبريزونطيو الرؤيه المشتركه اللي غتكون دقيقه بمجموعات عمل. ولكن في هذاك لاتوليه ما كانش ممكن نخرجوا بشي حاجه متكامله لان ما كانش عندنا الوقت. ثانيا خاص كل خصنا نشوفوا شنو هما المساهمات ديال كل واحد كيفاش غادي نخدموا اونصومبل شنو هما الحوايج اللي نقدروا ندققوا فيهم اكثر وهذا هو الهدف ديال هذه الورشه هذه.